انتهت مهلة 48 ساعة التي منحتها السلطات الأوكرانية في كييف للعفو عن الأشخاص الذين يلقون سلاحهم والمناهضين لها، ورغم ذلك تواصلت المواجهة بين الانفصاليين الموالين لروسيا ومناصري الحكومة الأوكرانية الجديدة شرقي البلاد. ففي دونيتسك ولوانسك واصل النشطاء الموالون لروسيا تحصين الحواجز حول المباني الحكومية حيث عززوا فيها مواقعهم. وكان رئيس البرلمان والرئيس المؤقت للبلاد ألكسندر تورشينوف وعد بأن لا تكون هناك تتبعات قضائية بحق الأشخاص الذين يسلمون سلاحهم ويغادرون المباني. وفي وسط أوديسا نظم موالون لروسيا مسيرة مطالبين بنظام فيدرالي وأن تكون اللغة الروسية لغة رسمية. موالون لسلطات كييف الجديدة كانوا هناك أيضا، وقد حاولت الشرطة فصل الجانبين تجنبا للمواجهة، لكن حافلة للشرطة تعرضت للرشق بالحجارة.